دكتور حامد، كثيرون الآن يتحدثون على السوشيال ميديا عن تصريحات اللواء فايز الدويري والتي أشار فيها إلى أن استخدام المقاومة الفلسطينية لصاروخ السهم الأحمر المضاد للدبابات من شأنه أن يغير مجريات الحرب في الأيام المقبلة، وأنه كان يتمنى أن تستخدم المقاومة الفلسطينية من أول يوم في الحرب هذا الصاروخ. بماذا تعلق؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هناك مفاجآت احنا توقعناها منذ اليوم الأول يعني عملية طوفان الأقصى في فجر 7 أكتوبر السنة الماضية، هي كانت بحد ذاتها مفاجأة كبيرة الحقيقة، لأنه ثبتت المقاومة الفلسطينية قدراتها على أولا التخطيط، التفكير بشكل جيد، ومعرفة يعني الثغرات اللي ممكن اختراقها لدى الكيان الصهيوني، وهذا فعلا يعني بعد مرور أكثر من 8 أشهر أثبتت المقاومة يعني إبداعها في أن تجد أساليب كثيرة بدعم أيضا لا ننسى دعم يعني إقليمي ودولي لهذه القدرات، لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بالإيمان المطلق اللي يمتلك المقاتل الفلسطيني في أن فعلا يعني يتقن التكنولوجيا الحديثة ويتقن أيضا معرفة الأهداف، يعني هناك بنك أهداف مؤكد للوصول إليها عبر هذه الأسلحة. وأيضا أنا يعني توقعت أنه الحرب هذه منذ الأيام الأولى سوف تصل إلى يعني مستوى حرب إقليمية يعني بكل تداعياتها تسجل للتاريخ وللمدارس العسكرية أيضا، لأنه طوفان الأقصى لم يكن الحقيقة عملية عابرة، وإنما ولم يستطع حتى الجيوش النظامية تستطع أن تقوم بها، وهذه الحقيقة من تاريخ المنطقة. ونعرف أنه الكيان الصهيوني كان هو دائما المباغت وهو الذي يهاجم وهو الذي يدمر، لكنه المقاومة الفلسطينية في هذه الحالة ونحن الآن في الشهر 9 الحقيقة تلقن العدو الصهيوني يعني الضربات والضربات، وبالنتيجة الكيان الصهيوني هذا الحقيقة يصب جام غضبه على المدنيين بما يسموه يعني العقاب الجماعي والإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة، لأنه بالفعل المقاومة الفلسطينية لها برنامج. وأنا أيضا أشيد بالأخ فايز الدويري على متابعته الجيدة وخبرته العملية المهنية والسياسية، أيضا لا ننسى يعني قدر أن يدمج بين الفكر الاستراتيجي والقناعة بقضية الشعب الفلسطيني.